في أسوان وصلت القافلة العلاجية التابعة لمديرية الصحة أعمالها بقرية بهريف، حيث تم خلالها الكشف وصرف العلاج بالمجان وإجراء تحاليل أشعة عادية ل 751 من المترددين من أبناء القرية والقرى المجاورة، وتحويل عدد من الحالات إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء العمليات الجراحية وأشعة الرنين والمقطعية. We'll be right back.